بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن مساكن النمل. مثل ما تلاحظون في الصورة، هذه ليست تلة أو منزل ريفي، إنها ببساطة مسكن من صنع النمل. نعم، من صنع النمل. يتعجب الكثير من هذا الشكل. قد وجد العلماء أن هذه المساكن تضاهي تلك التي يصنعها البشر، فهي مزودة بكل ما تحتاجه النملات من غرف خاصة لتخزين الغذاء وفتحات تهوية، غرفة للصقار ووسائل تعقيم. ولذلك فإن القرآن سمى هذه البيوت مساكن، وهي تسمية دقيقة جدا من الناحية العلمية، وتشهد على إعجاز القرآن. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم على لسان نملة، يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. سورة النمل آية 18. صراحة ما نقول له سبحان الله، القرآن يثبت بإعجاز قرآني جديد، والعلماء توهم مكتشفين هذا الاكتشاف تقريبا من سنين قليلة، والله أعلم.